السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ اخباركم عاملين ايه؟ خلينا نتكلم مع بعض شوية كلام بالمناسبة بنسبة امتحان بكرة. ان شاء الله الامتحان هيكون جميل وكويس وتعبنا مع بعض، ربنا مش هيضيعه. حضرتك حاول تراجع اللي انت ذاكرته وتضمنه. الاسئلة اللي الدكتور نزلها مهمة جدا 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 ان حضرتك تبص عليها، اللي هي موجودة عنده في الكتاب بتاعه، وانا نزلت لك الحل بتاعها ونزلت لك بعض الاسئله اللي جت في الامتحان او اللي اتقالت في للدفعه اللي فاتت. طيب دكتورنا الفاضل، حضرتك اهم حاجه انا هتكلم دلوقتي وكاني هحط الامتحان معاك. اولا واخيرا احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل بكره، الغيب في ايد ربنا، ولكن احنا بنتحدث ونقول الاهم والاكثر اهميه في الاقل اهميه. طبعا بدايه شابتر الفيتامين انا اكدت مره واثنين وثلاثه واربعه، كل حاجه في شابتر الفيتامين ممكن تيجي لحضرتك. يعني ايه؟ يعني هو يا دكتورنا الفاضل لازم هيجيب لك اسئله كتيره جدا بكره في الفيتامين، سواء اسئله سواء كيس سواء صور، فبعد اذنك اللي ما شافش فيديو الفيتامين لازم يشوفه. طيب كل فيتامين حضرتك مطالب منك تعرف اسمه واسم الماده بتاعته واسم المرض اللي بيحصل فيه. يعني ممكن يسالك الفيتامين، يعني خلينا واحده واحده بقى، لو قال لك فيتامين ايه هيسالك يقول لك فيتامين ايه اسمه انتي نايت بلايندنس او اسمه انتي زيرو في سلميه. طبعا فيتامين ايه مهم للفيجوال بيجمنت للايه؟ للرؤيه. تمام، لو ناقص فيتامين ايه يحصل اي مانيفيستيشن زي نايت بلايندنس وزيرو في سلميه كيراتوماليشيا، ممكن يجيب لحضرتك صوره من الصور دي ويسالك دي ايه، تقول لي دي كيراتوماليشيا، دي اللي هي بيتو سبوت، دي يا دكتور كورنيال السر. ممكن اسمه فيتامين ايه الثاني اسمه ريتينول او ريتينال او ريتينويك اسيد. طيب لو جه يسالك في فيتامين دي فممكن يقول لحضرتك فيتامين دي اسمه الثاني انتي راكيتك فيتامين، الاكتف فورم منه اسمها 1-25 داي ادريفتي كولي كالسيفيرول. فيتامين دي يا دكتور مهم للكالسيوم والفوسفات ابزوربشن. طبعا نقص الكالسيوم او نقص فيتامين دي يعقوب نقص الكالسيوم في العظم، فيحصل ريكتس في الاطفال، والاطفال هتلاقي العظم بتاعهم كله لايف وكل حاجه، انما لو حصلت في الستات الكبار يحصل عندهم اوستيو ماليشيا. تمام، طيب ممكن يجيب لك الصوره بتاعه ريكتس، خد بالك اللي فيها باوليك دي خلاص نقول عليها ريكتس عشان خاطر باوليك، انما يا دكتورنا الفاضل الاوستيو ماليشيا غالبا ما لهاش صوره. تمام، طيب لو جه يسالك فيتامين ايه، فيتامين ايه الكلمه المضيئه، الكلمه المميزه فيه ان هي هو انتي ستريليتي واسمه تاني توكوفيرول. فيتامين ايه ده انتي اوكسيدنت، فيتامين ايه ده انتي اوكسيدنت، فيتامين ايه انتي اوكسيدنت. استناها في الامتحان بكره ان شاء الله. تمام، طيب لو جيت اسالك عن فيتامين كي يا دكتورنا، غالبا فيتامين كي اقول لك ان هو انتي هيموراجيك فيتامين، مضاد للهيموراج او للنزيف. خد بالك فيتامين كي بيتصنع في الجسم بالفلورا، عشان كده يا دكتور بيقول لو انت بتاخد اورال انتي بايوتيك مش انتي بايوتيك، هو اورال انتي بايوتيك ليه؟ عشان اورال هينزل المعده معاه فيقتل الفيتامين اللي موجود عند حضرتك في الامعاء. تمام، خد بالك هو مضاد للوارفرين والداي كيبرولو، بيكون ناقص في الاطفال عشان الامعاء بتاعتهم بتكون ستيرايل. طيب خد بالك ان الفات سوليبل فيتامين دي بتتخزن في الجسم ما بتنزلش في اليورين، عشان كده النقص بتاعها بيكون قليل شويه، ليه؟ لانها بيحصل لها ستورج ما ينفعش انها تنزل في اليورين. طيب فيتامين كي يعني ليه اسم تاني اسمه مينا طيون، ما علينا ما تهمنيش قوي. لو جيت اكلمك فيتامين سي هو انتي سكورفي، بينقص بيه المرض اسمه السكورفي، واسمه تاني يا دكتور الا اسكوربيك اسيد. فيتامين سي كلمه المهمه فيه ان هو مهم للكولاجين، تمام، ومهم لتفاعلات الهيدروكسيليشن. طبعا نقص فيتامين سي بيعمل سكورفي اللي هو بليدنج تندنسي، ديلي لوند هيلينج، التيس، الانيميا، الكلام ده كله قلناه. طيب فيتامين بي 1، بي 1 اسمه التاني الصيامين، في بان اسمه التاني الصيامين، ونقصه يا دكتور بيعمل مرض اسمه بيريبيري. خد بالك بي 1 بيديني كوينزايم اسمه تي بي بي، نقصه بيعمل مرض اسمه بيريبيري، في منه دراي وفي منه ايه ويت. ممكن اسالك في الريبوفلافين اللي اسمه فيتامين بي 2، تمام، واقول لك يا دكتور بيديني كوينزايم اسمه فايد اف ام ان، واعراض بي 2 يا دكتور الصور بتاعته مهمه جدا 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 جدا، في اللي كلها في البق، الكيلوزس، انجلر ستوماتايتس، يقول لي ساعات سيبرايك درماتيتس، الصور بتاعت فيتامين بي 2 كلها مهمه. فيتامين بي 3 اسمه نايسين او انتي بلاجرا فيتامين، بلاجرا بريفنتنج فيتامين، بيديني كوينزايم اسمه نات وي النات بي، خد بالك بيقلل الدهون. طبعا نقص فيتامين بي 3، بي 3 فيه معلومه مهمه جدا انه بيتصنع من التريبتوفان بمساعده بي 6، يبقى بي 3 بيتصنع من التريبتوفان بمساعده بي 6، نقص التريبتوفان نقص بي 6 بينقص بي 3 فيعمل مرض البلاجرا. بي 5 يا دكتور كان اسمه البانتوسينيك، ده بتاع الليبيد ميتابوليزم، خد بالك بي 1 ده بتاع الكربوهيدرات ميتابوليزم، بي 5 ده بتاع الليبيد ميتابوليزم، بي 6 ده بتاع البروتين ميتابوليزم. بي 5 بيديني كو اي وبيديني اسفايل كارير بروتين، خد بالك بينقص في البريزنرز بتاعت البيرنينج ليك سندروم او فوت سندروم. بي 6 يا دكتور كان بيديني حاجه اسمها البي ال بي، تمام، وبي 6 ده بتاع البروتين يعني ترانس امينيشن ودي امينيشن والكلام ده كله. طيب الكوينزايم اسمه بايرودكزال، الكوينزايم بتاعه اسمه بي ال بي، اما
بايوتين اللي هو بي 7 دكتورنا الفاضل ده بتاع الكربوكسيليشن. تمام، خد بالك بينقص في الرؤيك عشان في افيدين. الفوليك اسيد اللي هو بي 9 ده دكتور اكتر واحد ممكن ينقص. تمام، اكتر واحد بحتاجه فيتامين سي، اكتر واحد ممكن ينقص هو الفوليك اسيد، بينقص في البريجننسي والانفانسي والاولد ايج. تمام، وبيعمل بكل الخلايا في جسم حضرتك بتقل. البي 12 يا دكتور اللي هو الكوبالامين، خد بالك البي 12 ده بيحتاج انترنسك فاكتور عشان يحصل له ابزوربشن، نقصه بيعمل مرض اسمه البرينيشيوس انيميا. واضح؟ جالهم مره سالوه ان البي 3 بالاجرا بريفنتنج، يعني البي 2 يا دكتورنا الفاضل اسمه ريبوفلافين، انجلو ستوماتايتس في البي 2، البي 1 يا دكتور اسمه بيريبيري واسمه سايمن، اكتي بيريبيري سايمن، السي يا دكتور بتاع السكورفي، استنى بكره سؤال من السي، استنى بكره سؤال من البي 1، استنى بكره سؤال من الدي، استنى بكره سؤال من الاي، استنى بكره سؤال من البي 3. واضح كده؟ طيب بالك ان الناتشرال انتي اوكسيدنت هو فيتامين اي، الناتشرال انتي اوكسيدنت هو فيتامين اي. البيتوسبوت دي يا دكتور كانت بتاعه فيتامين بي 1، البيتوسبوت كانت بتاعه فيتامين بي 1. واضح كده؟ يبقى دي ممكن نقول دي اهم الحاجه اللي ممكن تيجي لحضرتك في الفيتامين. طيب بعد شابتر الفيتامين يا سيدي الفاضل احنا ممكن ندخل على شابتر ايه بقى؟ تعال نجيبهم واحده واحده. مبدئيا كده شابتر الكربوهيدرات، ومحدد لك في الجلايكوجين اتش ام بي شنط. خلاص انا مش هذاكر الستبس يا دكتور، بس اعرف ان الجلايكوجين ده بيتصنع فين؟ بيتصنع في الليفر وفي المصل، وبالتبعي بيتكسر في الليفر وفي المصل. اهم انزيم في الجلايكوجين سينثيز يا دكتور هو اسمه في الجلايكوجينيسيس، يعني هو الجلايكوجين سينثيز. انما اهم انزيم في الجلايكوجينوليسيس هو يا دكتور اسمه حاجه اسمها الفوسفوليز، يبقى اللي بيكسر اسمه الفوسفوليز، انما اللي بيصنع يا دكتور اسمه ليه؟ السنسيز. ده لو انا هسألك فيهم بقى بما اني لغيت لك الايه الستبس. ماشي ماشي. يعني انا طبعا الكربوهيدرات ميتابوليزم الكلام اللي فيها مش كتير، احنا راجعنا كله، ولكن يعني انا ممكن اقول لك ان مصدر الجلوكوز اللي انا ببني بيه حاجه اسمها اليو دي بي جلوكوز. الجلايكوجين بيتخزن في الليفر وفي المصل، والتصنيع بتاعه في الليفر وفي المصل. الانزيم اللي بيبني اسمه جلايكوجين سنسيز، واللي بيعمل برانش اسمه البرانشنج انزيم. تمام، والانزيم اللي بيكسر اسمه جلايكوجين فوسفوريليز، بكسر في الصيام بتاع الليفر للدم. بتاع المصل ما بيطلعش الايه الدم بتاع المصل ابدا ابدا، يطلع فين؟ في الدم. على فكره بنتهي بحاجه اسمها جلوكوز 6 فوسفات في المصل، المصل بينتهي بجلوكوز 6 فوسفات، عمليه الجلايكوجينوليز بتنتهي بجلوكوز 6 فوسفات، اما في الليفر بينتهي يا دكتور بجلوكوز. واضح كده؟ طيب بعد كده يا دكتورنا الفاضل ممكن نقول ان السايكل كي ام بي او الفوسفوريليشن بتنشط التكسير بتقلل البناء، والكالسيوم بينشط التكسير بيقلل البناء. الاتش ام بي شنط يا دكتورنا خد بالك دي ماينر بسوي، بتحصل في السيتوبلازم، ما بتحصل في الليفر وفي الار بي سيز، وما بيطلعش منها طاقه. الاتش ام بي هدفها تطلع نال بي اتش عشان الدهون الفاتي والكوليسترول والستيرويد. تمام، وتطلع سكر ابيوز. اهم انزيمين فيها انزيم اسمه التي بي بي، انزيم اسف اسمه الترانس كيتوليز، وده بيحتاج تي بي بي، وانزيم يا دكتور اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز، ده بتاع فيز 1 اللي هي اسمها الاوكسيديتيف فيز. يعني ممكن نختصر كده ونقول لك كفايه كده على شابتر الكربوهيدرات. طيب يعني شابتر الليبيد ممكن نقول لحضرتك ايه مهم فيه؟ والله اول حاجه الكيتون، هم ثلاث اسيتو جالهم السنه اللي فاتت قال لهم الكيتون كذا وكذا 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 ما عدا، وحط لهم الاختيارات. فانت تكون عارف ان الكيتون اسيتو اسيتيل بيدا هيدروكسي بيوتاليت واسيتون. والكيتوجينز بيحصل فين؟ في السيتوبلازم، في الميتوكوندريا بتاع الليفر اونلي، في الميتوكوندريا بتاع الليفر اونلي اثناء الفاستنج والانكنترولد دايابيتس. دكتور في كلمه مهمه جدا، اهم انزيم في تصنيع الكيتون هو اسمه اتش ام جي كو اي سينسيز، وده موجود في الميتوكوندريا بتاع الليفر اونلي، اتش ام جي كو اي سينسيز. ماشي، عشان في واحد تاني اسمه ريدوكتيز، ده هناك في الكوليسترول. طيب الكيتونوميا والكيتونوريا ده بيحصل له امتى يا دكتور؟ الكيتون بيزيد في الدم، بيزيد في اليورين، في الفاستنج والانكنترول دايابيتس. ماشي، طيب الليبيد ترانسبورت، في شويه اسئله مهمه بقى بتيجي فيه دكتورنا الفاضل. مبدئيا كده في الليبيد ترانسبورت، انا الدهون يا اما انا واكلها في الانتستين، يا اما يا دكتورنا الفاضل حضرتك مصنعه في الليفر، وعشان يحصل لها ترانسبورت بتتصنع بتتنقل في صوره ايه؟ لايبو بروتين. الليبيد بيمسك مع الايبو بروتين. خد بالك يا دكتورنا الفاضل لو حضرتك هتمسك المذكره بتاعتك صفحه 19 في الليبيد، هتلاقي ان هم اخف واحد اسمه كايلو مايكرو، اتقل منه في ال دي ال، اتقل منه لي ال دي ال، واتقل واحد اتش دي ال. ال دي ال ده اللي بياخد الكوليسترول يوديه، ال دي ال ده بياخد الكوليسترول دي تشيل، اتش دي ال ده اللي بيراجع الكوليسترول الليفر مره ثانيه. طيب يا دكتور لو جه سالك خد بالك ان الكايلو مايكرون ده بيتصنع في الانتستين، بيشيل الدهون اللي انا واكلها، انما ال في ال دي ال بيشيل الدهون اللي انا مصنعها. تمام، طيب ال دي ال ده بيودي الكوليسترول للتيشو، انما ال اتش دي ال بيرجع الكوليسترول للليفر. خد بالك جالهم سؤال السنه اللي فاتت مين اللي علاقه بالاسيروسكليروسيس، عشان كان يختاروا ال دي ال اللي هو اللودينستي لايبو بروتين. واضح كده؟ طيب
دكتورنا الفاضل برضو ممكن لو نيجي نتكلم الاسئله اللي في صفحه 20 يجيب لك منها ام سي كيو، يعني ايه الانزيم اكتيفيتي، الايبو سي 2 بينشط لايبو بروتين لايبيز، ايبو اي 2 والايبو اي 3 دول بيعملوا انهبيشن لايبو بروتين لايبيز، الايبو اي 1 ده بينشط ال ال كات. وسالهم السنه اللي فاتت ال ال كات ليها علاقه بمين، ال ال كات ده يا دكتور ده اللي موجود في الاتش دي ال عشان يتخلص يحول الكوليسترول لكوليسترول استر، ماشي كده. طيب طيب في الميتابوليزم بتاع الكايلو مايكرو فيال دي هتقرا بقى الكلام ده وتعرف ان الايبو بي 48 موجوده في النيسنت كايلو مايكرو فيال دي اللي في ايبو بي 100. تمام. تعرف يا دكتورنا ان مين سالهم امبارح السنه اللي فاتت مين اللي كان بيكسر التاج اللي موجوده جوه الفي ال دي ال والكايلو مايكرو، هتقول لي انزيم اللي اسمه لايبو بروتين لايبيز كان بيكسر التاج اللي في الفي ال دي ال واللي في الكايلو مايكرو. واضح. طبعا الفيل بتاع الفي ال دي ال بيتحول لاي دي ال يتحول ال دي ال، والكايلو مايكرو بيتحول لكايلو مايكرون يا دكتورنا كنا بنقول انه بيتحول لريمينانت. خد بالك يا دكتور ان الليفر لا يحتوي على لايبو بروتين لايبيز، الليفر فيه انزيم اسمه الهيباتيك لايبيز. طيب ال ال دي ال في معلومه مهمه، هو بيودي الكوليسترول اللي فين، بيوديه للتشو وبيودي للليفر، بس هو الوحيد اللي بيودي للتشو. لو ال ال دي ال ريسبتور مش موجود انا مش هعمل ابتيك لل ال دي ال، فال ال دي ال هتكتر في الدم ويكتر الكوليسترول في الدم معايا. واضح كده. طيب ايه تاني ممكن يساله لك؟ ممكن في الاتش دي ال يقول لك يا دكتور ان هو في كله ما عدا ايبو بي، الاتش دي ال هيحتوي على ايبو بي. تمام. طيب وان الانتستاينال اتش دي ال يا دكتور ما فيهوش ايبو سي ولا فيه ايبو اي، وان الاتش دي ال يحتوي على ال كات، وده سؤال جالهم السنه اللي فاتت. طيب الكوليسترول يا دكتور بيتصنع من ايه؟ بيتصنع من الاسيتيلكوليين. الكوليسترول بيتصنع فين؟ بيتصنع في السيتوبلازم. واضح كده. طيب الكوليسترول بيشيل على ال دي ال والاتش دي ال، ال دي ال بيوديه للخلايا، الاتش دي ال بيرجعه مره ثانيه للليفر. طيب الكوليسترول اهم انزيم فيه اللي اسمه اتش ام جي كو اي ريدكتيز، ريدكتيز انما هناك في الكيتون اللي اسمه اتش ام جي كو اي سينسيز. طيب الكوليسترول كان بيحصل له انهيبيشن بايه؟ بيحصل له انهيبيشن بالستاتين، الستاتين دوت دراجز بيعمل انهيبيشن للكوليسترول. طيب لو جينا نتكلم برضو على شابتر الدايابيتس، قال لحضرتك ممكن يسالك في ايه في الدايابيتس، هتقول لي الدايابيتس اهم فيه طبعا الارقام، يعني الارقام اللي موجوده في الدايابيتس هي اهم حاجه. بس لو جينا يعني نعدي بسرعه كده في المذكره، قال لك بدايه يعني هو هتبدا بالريجوليشن بتاع البلد جلوكوز، ايه اللي بيزود وايه اللي بيقلل السكر. ودوت يا دكتور خلاص كلام ايه واضح جدا، هي بيزودوا الابزوربشن جلايكوجين، ممكن يجيب لك اول فاكتور انكريز اول فاكتور ديكريز، ويسال حضرتك مين اللي بيزود ومين اللي ايه ومين اللي بيقلل. خد بالك الهرمون الوحيد اللي بيقلل السكر هو الانسولين، باقي كله بيرفع الجلوكوز ايه في الدم. واضح. طبعا الصفحه رقم 2 دي يعني اسئله بس بالعقل والمنطق والفطره الباديه. الانسولين يا دكتور بيطلع من البيتا سيل بتاع الايليت اوف لانجرهانس، بيطلع في صوره بري برو انسولين، عباره عن الفا بيتا تشين ومعاهم ايه سي بيبتايد، يعني ثلاثه بولي بيبتايد تشين ماسكين مع بعض. واضح. بشيل السي بيبتايد يا دكتور الفاضل بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه الانسولين العادي اللي هو الالفا والبيتا. طيب قال يا دكتورنا الانسولين جالهم السنه اللي فاتت اول فاكتور انكريز الانسولين سيكريشن ما عدا، طيب اللي بيزود الانسولين سيكريشن الجلوكوز والجاستروانتستاينال هرمون اللي هو السكرتين كولسيستوكاينين الجاسترين، كل دول بيزودوا الانسولين. تمام. كان جايب لهم سكرتين كولسيستوكاينين الجاسترين، وكان الاختيار الغلط هو ليه الجلوكاجون، وكان الاختيار الغلط هو مين؟ الاختيار الغلط ما كانش دول، كان الاختيار الغلط يا دكتورنا الفاضل حاجه غيرهم، يعني هو السكرتين كولسيستوكاينين الجاسترين دول كتب لهم اي حاجه ثانيه معاهم. طيب الجلوكاجون والجروس هرمون والامينو اسيد زي اليوسين والارجينين كل دول يا دكتور ما بيزودوا الانسولين سكريشن. طيب اللي بيقلل الانسولين الابنفرين، ويا دكتور التكسير الانسولين هو ده الحاجات اللي بتقلل الانسولين. طبعا الانسولين بيعمل جلوكوز ابتيك، خد بالك الانسولين بيشتغل على ريسبتور اسمه جلوكوز ترانسبورتر 4 اللي موجود في المصل وفي الاديبوز تشو، الانسولين ما بيشتغلش على جلوت 2 اللي موجود في الليفر. واضح كده. طيب دي كلمه مهمه جدا، الانسولين ما بيشتغلش على جلوت 2 اللي موجود ايه في الليفر. طبعا طبعا يا دكتور لو جيت تتكلم على الدايابيتس، الدايابيتس كومن كلينيكال كونديشن، حضرتك عارف ان السبب بتاعها هي انسولين ديفيشنسي، سواء الانسولين قليل حصل ريزيستنس للانسولين، او يا دكتور الانسولين اصلا مش موجود. خد بالك كلمه مهمه جدا، تايب 1 دايابيتس اللي بيحصل فيه ان يا دكتور الانسولين مش موجود، والكيتو اسيدوزس سالهم قبل كده كومن مع تايب كام؟ مع تايب 1، وتايب 2 ما فيهوش كيتو اسيدوزس على الاغلب، ممكن يجي بس على الاغلب ما فيهوش كيتو اسيدوس. الكاستيشنال دايابيتس ده يا دكتورنا والسكندري دايابيتس انواع الدايابيتس. طيب خد بالك هو في تايب 1 كاتب لك ان هو ايه ابسوليوت ديفيشنسي الانسولين، الانسولين مش موجود عشان خلايا متكسره عشان في اوتو ايميون، وتايب 1 بيكون معاك كيتون. تمام. طيب
قلنا الفاضل تايب 2 ديابيتس، طبعا الاعراض ساعتها ديابيتس والفيشيا والفاتيج. تايب 2 ديابيتس فكرته كلها الانسولين كان موجود، ولكن يا دكتورنا الفاضل حصل ريزيستنس الانسولين. خد بالك ان الكيتو اسيدوزيس از ليس كومن مع تايب 2، كيتو اسيدوزيس ليس كومن يا دكتورنا الفاضل مع تايب 2. الدايجنوز بتاع الدايابيتس من صفحه 9 مهم جدا. اول حاجه تعرف يا دكتورنا الجلايكوزيديتد هيموجلوبين، هيموجلوبين ايه 1 سي النورمالي بيكون كام؟ من 4 ل 6. دكتورنا لو زاد عن كده اصبح دايابيتك، يقول لك 7 ده معناه كنترول، 8 معناه ان دي كنت كنترول، 9 معناه ان كنترول او بور كنترول دايابيتس. والارقام دي مهمه جدا جدا جدا. طيب الجلوكوز توليرنس ده دايجنوستيك تيست، تمام مش فولو اب، الجلوكوز توليرنس ده دايجنوستيك تيست. سيبك بقى من البروسيدورز مش هتقراها والانديكيشن، ولكن خلينا نعرف الارقام اللي في صفحه 10. دكتور النورمال بيرسون الفاستنج بتاعه اقل من 110، تمام النورمال بيرسون بعد ساعه اقل من بعد ساعتين اقل من 140. طيب والدايابيتك بيرسون اكتر من 126 واكتر من 200. طب يا دكتور الامبيرد جلوكوز تيرنس في النص من 110 ل 126، من 140 ل 199، الارقام اللي في صفحه 10 بعد اذن حضرتك مهمه. طيب الجلوكوز توليرانس تيست يا دكتورنا الكوزز بتاعت الابنورمال سواء كان امبيرد جلوكوز توليرانس، امبيرد فاستنج جلايسيميا، جاستيشنال دايابيتس، بعد اذن حضرتك اقراهم مش هتخسر حاجه انك تقراهم، تمام. طيب في الكومبليكيشن، بدايه الكومبليكيشن يا دكتورنا الفاضل هتعدي عليها بسرعه، فيها بعض موضع الام سي كيو مش كتير، فيها موضع الام سي كيو بتاعتها، ولكن يا دكتورنا الفاضل هو كلامها عشان لو جاب لك كيسه. بالك الصوره اللي موجوده عندك في صفحه 14 لو جاب لك صوره كاتراكت زي كده، او جاب لك صوره شبكيه زي اللي موجوده هنا، وسالك ده الدايابيتك ريتينوباثي اللي بيحصل في مرض الدايابيتس، ماشي. طيب بالنسبه للبروتين، اول سطر في البروتين ده كان في سؤال السنه اللي فاتت، الافريج دي ريكويرمنت نورمال ادلت كان كام؟ 8 من 10 جرام لكل كيلو جرام، واضح. طيب دكتورنا الفاضل احنا بدانا الهضم في المعده، هو سالهم السنه اللي فاتت الهضم بينتهي فين؟ في الانتستين. طيب دكتورنا الفاضل خد بالك جالهم سالهم عن البيبسين، البيبسين دوت هو اللي بيعمل ميلك كلوت في الاضلاع، حط لهم في الاختيارات خد بالك بقى بيبسين بيكسر البروتين للسمول بولي بيبتايد، هو كاتب لك هنا يا دكتور ان البيبسين دوت بيكسر البروتين للارج بولي بيبتايد، فكان ده اختيار غلط، انما كان الاختيار الصح ان هو بيعمل ميلك كلوت في الاضلاع، انما اللي بيعمل ميلك كلوت في الشايلد كان مين يا دكتورنا؟ كان الرينين، واضح كده؟ لو انا هسالك تاني في البروتين ممكن اسالك ايه تاني؟ ممكن اسالك يا دكتورنا الفاضل في الامينو اسيد بول صفحه 3، هو 100 جرام بروتين موجود عند حضرتك، 100 جرام امينو اسيد. ممكن اسال معاليك في التيرن اوفر، ممكن اسالك في صفحه 5 وجانا مساله فيها ايه الحاجات اللي بتعمل بوزيتيف نيتروجين بالانس اللي هو الانتيك يكون زياده زي جروس بريجننسي، وايه الحاجات اللي نيجاتيف نيتروجين بالانس الاوت بوت هو اللي زياده او ما فيش انتيك، دي ممكن اسالك فيها جدا 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 صفحه 5، تمام. طيب ممكن اسالك في ايه تاني في البروتين لو انا حابب اسالك؟ طبعا عمليه ترانس امينيشن دي امينيشن بيحتاج فيتامين بي 6 اللي هو البي ال بي. ممكن اسالك في ايه تاني في البروتين يا دكتورنا الفاضل؟ ممكن اسالك ان الامونيا، الامونيا لو زادت بتعمل ايه؟ الامونيا بتدخل البرين والرقم بتاعها اقل من 1.1 ملي جرام بير دي سيلتر، ده في صفحه 9. الامونيا يا دكتور بتخلص منها ازاي؟ ان انا بحول الجلوتاميك لجلوتامين. طب لو الجلوتاميك خلص ببدا احول الفا كي جي لجلوتاميك، هو يبقى اول لاين المخ بيدافع بيه ان هو بيحول الجلوتاميك الجلوتامين، تمام، ويحولها ليوريا. طيب في اليوريا سايكل ممكن اقول لسعادتك ايه؟ ممكن اقول لك ان اليوريا دي جايه من الامونيا. ممكن اسالك بقى الارقام اللي في صفحه 11 مهمه جدا، بلازما يوريا من 10 ل 50 واليورين يوريا من 20 ل 35، ده ملي جرام انما ده اي جرام، يبقى اللي في البلازما من 10 ل 50 ملي جرام بير ديسيلتر، انما في اليورين من 20 ل 35 جرام، والارقام دي مهمه ممكن تيجي منها حاجه بكره، وبشده 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 ممكن يجي لك ايه اللي بيزود وايه اللي بيقلل اليوريا. صفحه 11 مهم جدا تعرف ان اليوريا بتقل في من نيوتريشن او في اي حاجه بتقلل البروتين والليفر فيليا عشان يتصنع في الليفر، تمام كده. طيب وايه اللي بيزودها يا دكتورنا الفاضل؟ يا سواء بري رينال، مشاكل قبل رينال بنتج يوريا كتير، او يا دكتور رينال الكليه ما بترميهاش، او بوست رينال في حاجه قافله الطريق. صفحه 11 و12 مهمين جدا 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 جدا. الامينو اسيد الكيتوجينيك الوحيد اليوسين والايه؟ واللايسين. خد بالك الكرياتين بيتصنع فين؟ بيتصنع في الليفر وفي الكدني، وبيتخزن فين؟ في المصرف سول الكرياتين فوسفات. والارقام اللي في صفحه 14 مهمه جدا 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 جدا. الكرياتين 2.9 ملي جرام بير دي سيلتر، ده في البلازما السيروم يعني، والكرياتينين من نص لواحد واتنين من عشره، انما اللي بينزل في البول من الكرياتينين 1 ل 2 جرام في اليوم. خد بالك يا دكتورنا الفاضل الكرياتينوريا هو نزول الكرياتين مش الكرياتينين، وده امراض وبعد اذنك مهمه جدا 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 لاسباب سواء فيسيولوجيكال او باثولوجيكال اللي موجوده في صفحه 15.
لو دخلت على الهيم حقيقة النص الأولاني من الهيم مش مهم قوي، يعني أنت هتقرا بس بسرعة إن الهيم بيتصنع فين، إن الهيم بيتصنع يا دكتورنا الفاضل في أو الهيموجلوبين عبارة عن هيموجلوبين، وتكون عارف مثلا إنه بيحتاج فيتامين بي 6، بتعرف في صفحة 3 إن أهم إنزيم اسمه الليه سنسيز وبيحتاج فيتامين بي 6، وان يا دكتور اللي اس ان سي دوت بيحصل له ستيميوليشن ده ريت ليميت انهبيتد بالهيم والبرفورين، والهيم سينسز بيحصل له انهبيشن بالليد والبربيتيوريت بيعمل له ستيميوليشن. تعرف البرفيريا يا دكتورنا الفاضل اهم كلمه تعرفها في الحوار ان هم كلهم اوتوزومال، ايه كلهم اوتوزومال دوميننت، الوحيد يا دكتورنا العزيز اللي كان اوتوزومال ريسيسيف هو الكونجينيتال اريثروبايتك برفورين. تمام كده؟ طب تمام. تعرف برضو يا سيدي الفاضل ان الاكيوت انترميتد ده يا دكتور اوتوزومال، كلهم اوتوزومال دوميننت بقى زي ما قلنا ماشي. ممكن تعرف الصوره بتاعت البرفيريا كوتينيا تاردا اللي موجوده عند حضرتك في صفحه 6 ويسالك ده ايه برفيريا كوتينيا تاردا. طيب الكونجنتال اريثروبايتك برفيريا اللي موجوده عند سعادتك في صفحه 7 الصوره بتاعت المونكي فيس وده الوحيد اللي اوتوزومال ريسيسيف فيهم. الكاتابوليزم حضرتك هتبص على الرسمه اللي في صفحه 11 اللي لخصت لك حاجات كتير جدا 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 في التكسير بتاع الهيموجلوبين عشان يا دكتور تبدا تحفظ الاسباب بتاعت الجوندس. ولكن خلينا نقول لك ان الارقام اللي موجوده صفحه 12 مهمه اللي هي 2 من 10 ل 1 ملي جرام بير ديسيليتد النورمال بلازما بالايروبين، ان كونجيوجيت 2 من 10 8 من 10 الكونجيوجيت حوالي من 0 ل 2 من 10. لو يا دكتورنا زاد سالهم السنه اللي فاتت ايه الرقم اللي عنده بتظهر الاعراض ان هو زياده البيليروبين اعلى من 3 ملي جرام بير ديسيليتد، خد بالك امتى تدخل وتاثر على البرين؟ لو عدت ال 20 يا دكتور وتعمل الايه؟ الحاله اللي اسمها الكرينكتروس. هتقرا بقى الجوندس بسرعه كده عدي عليها قراءه سريعه والصوره بتاعتها مهمه. طيب في لو جينا ندخل على الجوت الارقام برضو مهمه اللي عند حضرتك في صفحه 1 هناك في شابتر تقول لي ان والله اليوريك اسيد من 3 من 10 7 من 10 جرام لكل 24 ساعه ده في اليورين، ويا دكتورنا ان البلاد يوريك من 3 ل 7 في الميل و2.5 ل 5.5 في الفيميل. طبعا يا دكتورنا الفاضل تكون عارف ان السبب اوفر برودكشن او نقص الاكسكريشن ده مرض الجوت بقى ماشي، تكون عارف الاشنهان ده نقص الهيبرتيز والصوره بتاعته اللي موجوده في مذكره الجوت صفحه 3، وان الفونجيرك نقص الايه؟ نقص الجلوكوز 6 فوسفاتيز وبيرفع لي الطريقتين. تعرف صور الجوت مهمه جدا 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 صوره الدفاي، وتعرف صوره الايه البيكتون هو بيبدا في البيكتون هو مور كومن في الميل. طبعا كنا عارف يا دكتورنا الفاضل ان الانسنس بتاعه من 3 ل 1000. الصور برضو بتاعت الدفاي اللي في صفحه 4 مهمه جدا 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 جدا، تكون عارف ان البرايمري جاوت غالبا بيكون اكسلينجد 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 ماشي، تكون عارف الادويه اليوروكيز يوريك اللي هو البروبنسيد الالوبيورينول دوت يا دكتورنا اللي بيقلل جاوت الكولشيسين دوت الانتي انفلاماتوري هو والاستيرويد. الصور مهمة خالص خالص خالص. تمام كده؟ طيب كده فاضل لنا ايه؟ فيتامين كان في حاجة كده تانية ناقصة ولا ايه؟ كده تقريبا عدينا على اغلب اللي ايه الشباتر وان اغلب الاسئلة اللي ممكن تيجي ماشي. في حاجة تانية ممكن تيجي فجأة سأل مين المادة اللي بتعمل اثيروسكليروسس انا فايتها عشان تقولي ال LDL. خد بالك ان الثايرويد كان كتابوليك هرمون قال لهم كده. البروتين بينتهي هضمه فين؟ كنا قلنا انه ايه في الانتستين. طبعا الار بي سي سكريات الدم يا دكتور المفروض كانت محتاجه ب 12 محتاجه بنتوسينيك اسيد بي 5 ما كانتش محتاجه فيتامين دي ما كانش لها علاقه ايه بكريات الدم. تمام ده في درس تصنيع الهيم. طبعا هتعرفي ان الجيلبرت ديزيز مشكله فين؟ الجيلبرت ديزيز كان مشكله في الاوتوزومال الجيلبرت كان اوتوزومال دوميننت مشكله في الابتيك. تمام دي كانت كلمه مهمه جدا 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 تكون عارف ان المشكله في الجيلبرت والكريج المجهور والايه و التامت دوبينجنس سندروم. هتعدي عليهم كل واحد تعرف السبب بتاعه. انا كده كده انواع الجوندس انت هتعدي عليها لازم تعدي عليها ما ينفعش ان انت ايه تسيبها. الجيلبرت كان بيقول لك هو مشكله في الابتيك انما الدوبين جونسون ده يا دكتور المشكله في الايه في الاكسكريشن. واضح كده؟ وكان عندك الاولاني الكريج النجار ده مشكله في الكونجيوجيشن وده كان فيتال يا سيدي الفاضل. تمام ممكن يسالني في ايه تاني بقى في الامتحان؟ خد بالك انت عارف الهرمونات الانزيمات اللي بتهضم البروتين كلها كانت بتطلع من فين؟ من البنكرياس في الانتستين كلها بتطلع في صوره ان اكتيف اسمها برو انزايم. تمام او برو زايم او زايموجين كلهم كانوا اندو بيبتيديز ما عدا الكربوكسي بيبتيديز والامينو بيبتيديز والداي تراي بيبتيديز ماشي. في حاجه تانية بقى ممكن اقولها لك استنى كده هدي على
على ال انتوا عارفين يعني بيطلع من تسلا ماينو بيبتايديس تراي بيبتايديس وداي بيبتايديس. ماشي ماشي. ايه تاني ممكن يا دكتورنا الفاضل يسألهولك؟ اتش دي اللي كان بيصنع في الليفر وفي الانتستين. طبعا ال بي اتش كانت مهمه للكيتون والفاتي اسيد والكوليسترول، كانت بتطلع من حاجه اسمها الاتش ام بي شنط. دكتورنا الفاضل، الكيتون كان بيتصنع في الميتوكوندريا بتاع الليفر وام انزيم اتش ام اي جي كو اي سينسيز، انما الريدوكتيز ده كان بتاع الايه؟ بتاع الكوليسترول اللي كان بيتشال على الاتش دي ال الليفر وال دي ال يودي للايه؟ للخلايا. واضح كده؟ تقريبا دي اهم حاجات ممكن ان حضرتك ايه تتسالها. طبعا تعال نبص كده بسرعه على الكيسز اللي الدكتور حاططها في الاخر. هو انا ممكن يجي لي كيسز عامله ازاي؟ بالراحه كده. هو الكيسز بتبقى مع عليك من اول صفحه 12 وانا منزلك الحل بتاعهم، تعال نقراهم مع بعض بالراحه. ماشي. اول واحده في صفحه 12 بيقول لك بلاد سامبل از تيكن فروم 50 يير اولد وومن، واحده عندها 50 سنه خدت منها عينه بعد اوفر نايت فاستنج، كانت صايمه طول الليل، ايه اللي ممكن الاقيس عالي عندها؟ طبعا يا دكتور هي صايمه طول الليل فالجلوكوز خلص، هيبدا يعلى عندها ايه؟ النون استريفويد فاتي اسيد، ما انا هبدا اكسر التاج ويطلع عندي فاتي اسيد. طب لو صايمه ايام الكيتون هو اللي هيكون عالي. ماشي. طيب سؤال رقم 2، ابلاد سامبل وستيكن 25 يير اولد مان دخل واكل ثلاثه مش عارف ايه بطاطس وبيض واكل بروتين كتير، يبقى ايه اللي هتلاقي عالي فيه؟ اكيد امينو اسيد اللي هو الالانين. طيب سؤال رقم 3، ابلاد سامبل ستيكن فروم 40 يير اولد فاستنج كومبليتلي فور ا ويك، طبعا ويك اسبوع عدى ايام يبقى يبدا يعلى عنده مين؟ الكيتو. طيب السؤال رقم 4، 25 يير اولد مان فيزيت الجي بي بيشتكي من ابدومينال كرام بدايريا، طبعا هو هنا كاتب لك ان ده بيحصل لما ياكل حليب، طبعا دوت يا دكتور كان لاكتوز انتوليرانس، ده كان في الجزء ما قبل الميدترم. طيب السؤال ده كده احنا قلنا الكيست، قلنا الثلاث كيسات اللي في صفحه 12. صفحه 13 بقى بيقول لحضرتك فاتي اسيد اوكسيديشن سؤال رقم 5، فاتي اسيد اوكسيدي فاتي اسيد ار بروكن داون باي ريبيتد ريموفال اوف تو كربون فراجمنت از ازيتايل كو اي ان بيتا اوكسيديشن. تمام. بيتا اوكسيديشن بيتا اوكسيديشن سايكل اند سينسايز باي ريبيتد كونسنتريشن في اسيتايل كو، يبقى انا بكسر بالبيتا اوكسيديشن ببني بالفاتي اسيد سينسس. تمام. لونج تشين فاتي اسيد. قال يا دكتورنا الفاتي اسيد نيد تو بروكن داون وانرجي شورت سبلاي وين از بليد. هو هنا بيتكلم ان الفاتي اسيد بتتكسر في ما يسمى البيتا اوكسيديشن وبتصنع في الفاتي اسيد ايه سنس. وبعدين جه كتب لك بيقول لك ايه ويتش وان اوف ذا فولوينج ستيتمنت كونسرنينج ذيس ديفرنس از انكوريكت. طبعا هو هنا السؤال عن الفاتي اسيد سنسز واوكسيديشن الصراحه كان ما قبل الميد تيرم، ولكن الاجابه الصح يعني هو بيقول لك مين في اللي جاي انكوريكت، يبقى انت كله صح ما عدا واحده. بيقول لك الفاتي اسيد بريك داون تيك بليس انسايد الميتوكوندريا، طبعا صح. السنس في السيتوبلازم طبعا صح. بريك داون محتاج ناد والسنس محتاج ناد بي اتش، طبعا صح. الفاتي ايسايل جروب بتحتاج كوي، انما ثانيه سايل كاري بروتين فيتامين بي 5، طبعا صح. انما بص الاخيره الجلوكاجون بيزود الفاتي اسيد سنسز، لا الجلوكاجون يا دكتورنا الفاضل ده بيطلع وانا صايم عشان فاتي اسيد اوكسيديشن. طيب السؤال رقم 6 بيقول لك 30 يير اولد مان بريزنت كلينيك او هيستوري اوف انترميتنت ابدومينال بين. انترميتنت ده يا دكتور اللي هو الاكيوت انترميتنت بيرفوريا، بس اما نكمل قال لي كونفيوجن سايكاتريك بروبلم اللاب ريفيل انكريز اليورينري امينو ليفيوليك اسيد. تمام. طبعا دوت ايه انترميتنت اللي هو الاكيوت انترميتنت ايه بيرفوريا. طيب واخر حاجه بيقول لك 62 يير اولد مان بريزنت جوندس، عنده جوندس. كمل الكلام هتلاقي ان يزيد عنده يعني بجوندس بيزيد عنده الايه اللي تي اللي هو انزيمات الايه الليفر. طيب نقرا بقى الكلام. هو الجندس عندي يا اما بري هيباتيك يا اما هيباتيك يا اما بوست هيباتيك. اقرا الاختيارات. بيقول لك 62 يير اولد فيميل يا العياده عندها جندس بقى لها 3 شهور جيف هيستوري سيفير ابر ابدومينال بين، عندها وجع في البطن رايح للباك اند هاد لوست كونسيدرابل ويت وبتخس، عندها مرض تقريبا كرونيك شي هاد نوتد ذات هير ستول هاد بين فيري بيل. الستول بيل يعني ما فيش قبايل اصلا بتنزل في الستول، ما فيش ستريكوبايلينجين يعني طريق مقفول فيه اوبستراكشن. تمام. فور سام تايم قال لك اللاب تيست ريفيل فيري هاي ليفل اوف دايركت بيليروبين، هو قالها لك ان طالع في الدم دايركت، خد بالك يعني حصل كونجيوجيشن وبعدين الطريق مقفول فاللي رجع الدم ايه دايركت. قال لي اللي تي برضو زايد. ماشي. قال لي يا دكتورنا بس زياده بسيطه
انما الالكالين فوسفاتيز بقى اللي عالي جدا. طبعا في العمل كان الالكالين فوسفاتيز بيقول لك بيزيد في مشاكل في البنكرياس، فهو مكمل بيقول لك في جول يعني الالترا سونوجرافي ريفيد نو ايفيدنس اوف جول ستون، مفيش جول ستون. طيب انا الاوبستراكشن كان يا اما جول ستون يا اما كان عندي كانسر هيد اوف بنكرياس، وهنا الاختيار الصح كارسينوم اوف بنكرياس، وطبعا اللي يتماشى مع الكارسينوم انا قايل لك بقى لها شهور وعندها ويت لوس وعندها الكلام ده كله. انما الجيلبر سندروم الهيموليتيك، الجيلبر سندروم مشكله اصلا في الابتيك، يبقى هيزيد اندايركت. الهيموليتيك اللي هيزيد الاندايركت، تمام. الانفكشن هيباتايتس كان الايه اللي تي هيزيد زياده جدا، بالاجابه هنا هتكون رقم دي. دكتورنا الفاضل هو ممكن يجيب لي اي صوره من صور الفيتامين ويسالني ده مرض ايه، يسالني ايه الفيتامين اللي ناقص، اي صوره عين فهو فيتامين اي ديفيشنسي، اي صوره وش فانا اروح ناحيه المق البق وكده، فانا يا دكتور انا البق مقفول هروح ناحيه بي تو ديفيشنسي، البق مفتوح وباني السنان هروح ناحيه سي ديفيشنسي، عظمي يا دكتور اروح ناحيه فيتامين دي، نزيف اروح ناحيه فيتامين كي جايب جلد معمول اروح ناحيه فيتامين البلاجرا اللي هي صورتين البلاجرا، بس خد بالك البريفيريا كوتينيا ترتا شكلها باين، والمانكي فيس برضه هناك في البريفيريا كان شكلها باين، والعينين الصفراء يا دكتور هناك ناحيه الجوندس شكلها باين. الصور دي كلها مهمه جدا جدا، صور الجاوت برضو مهمه، حضرتك السبعه كيسز دول مهمين هيجي منهم اتنين، الصور مهمه جدا هيجي منها موضوع الفيتامين مهم. مش عارف اقول لك ايه تاني، احنا كده تقريبا عدينا على كل حاجه مره واثنين وثلاثه. اي حد عنده اي اسئله يبعت لي يا شباب.